يا عيال المطعم ذا قوي. اي قوي ومطبخه قوي والطلبات عنده ما تنتهي. زهبه وقت الفطور وسريعه قبل السحور. براحته يدفع الزبون واقف قاعد او مع الويتر. واكيد العمليات التقارير والمخزون كلها تحت السيطره. وهذا الذيب صاحب المطعم الرهيب فودكس، تقدم لك الحلول التقنيه اللي تحتاجها عشان مطعمك يصير قوي. مع فودكس خل مطعمك قوي.